من كام يوم تم الإعلان عن تقرير لجان الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات بين العاملين موظفين وعمال وسائقين بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات خلال فترة من 1 يوليو 2023 ولحد آخر شهر مارس 2024. التقرير كشف عن خضوع عدد كبير من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة للتحاليل، والنتيجة أن كان في انخفاض في نسبة التعاطي بشكل ملحوظ. خلينا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الأستاذ مدحت وهبة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. صباح الخير يا فندم. بعد التحية، كم عدد الموظفين اللي خضعوا للكشف والتحليل، وما هي النتائج إذا ما قرنت بالنتائج العام السابق؟ أولا عايز أقول لحضرتك، يمكن إحنا على مدار الفترة، على مدار 9 أشهر اللي فاتوا، احنا كشفنا على اكثر من 136 الف موظف من العاملين بالجهاز الاداري للدوله. والحقيقه احنا لما بدانا حملات الكشف في 2017 في 2019 عذرا، كانت نسبه التعاطي الحقيقه كانت نسبه مخيفه، كانت 8%. النهارده وانا بكلم حضرتك النسبه انخفضت الى 1%. حملات الحقيقه بتنزل بشكل مفاجئ، بتنزل في سريه تامه، بيتم الكشف على الموظفين، وفي نفس الوقت إذا تبين أن الموظف بيباشر عمله تحت تأثير المخدر، هنا بيقع طبعا الحقوبة والفصل من العمل. أنا عايز بس أكد أن قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، هدف هذا القانون هو حماية أرواح الأبرياء وليس العصف بالموظفين. بمعنى حتى بعد تطبيق القانون، وحتى وأنا بكلم حضراتكم، من حق أي موظف أنه يتقدم للعلاج من خلال الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان اللي هو 16023، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وبسرية تامة، وبنأكد في سرية تامة. بمعنى بمجرد ما بيتقدم إلى الموظف إلى الخط الساخن، بيتم طبعا تحويله إلى أقرب مركز علاجي قريب من محل إقامته من المراكز التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، واللي هي حوالي 30 مركز علاجي منتشرين في 19 محافظة حتى الآن، بيقدموا كافة الخدمات العلاجية مجانا وبسرية تامة. أنا عايز أقول لحضرتك كمان، فلسفة هذا القانون بتعتمد إن كمان بيحق للموظف إن هو يتقدم للعلاج، بس بشرط قبل نزول حملات الكشف إلى مقر عمله. ويمكن حذف لحضرتك خبر صار على مدار 9 أشهر اللي فاتوا، تقدم أكثر من 2500 موظف طالبين العلاج، وبالفعل بيتم تقديم الخدمات العلاجية ليهم حاليا، واعتبرهم مرضى دون أي مساءلة قانونية. طيب أستاذ مدحت، خليني برضو يعني دي نقطة مهمة، خليني يعني كمان أستوضح من حضرتك بعض النقاط. أولا حضرتك قلت أنه هذه الحملات هي حملات مفاجأة، والنقطة أو الفكرة متعلقة أكتر بهل فكرة يعني متعلقة أكتر بفكرة أنه الموظف بيقوم بعمله تحت تأثير المخدر ولا لا، فكرة أن وجود المخدر في التحاليل المتعلقة حتى لو ما كانش تحت تأثير المخدر، أو حتى لو ما كانش بيقوم بعمله تحت تأثير المخدر، دي نقطة. النقطة الثانية كمان حضرتك قلت أنه لو الموظف هو اللي تقدم وتواصل مع صندوق مكافحة المخدرات، هنا هو لا يقع تحت مساءلة قانونية بأي شكل من الأشكال. طب ماذا لو لم يتقدم أو لم يتواصل قبل الحملات، إيه اللي بيحصل؟ يعني لو توصلتم انه في بالفعل موظف تحت تاثير مخدر او في التحاليل نسبه من المخدر، ايه اللي بيحصل؟ ما انا زي ما اشرت لحضرتك، القانون هنا يا فندم هو القانون بيؤكد على حمايه ارواح الابرياء. بمعنى ان القانون هدفه هو تضييق الخناق على الموظف للتقدم للعلاج، بحيث ما يبقاش عنده بديل للعلاج. اما اذا اصر الموظف على تعاطي المواد المخدره وتبين لحملات الكشف ان الموظف يباشر العمل تحت تاثير المخدر، بمعنى انه بيتعاطى مواد مخدره، هنا بيطبق عقوبه الفصل من العمل. اما اذا بادر الموظف من تلقاء نفسه واتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 لصندوق مكافحه وعلاج الادمان طالب العلاج، هنا بنعتبره مريض وبنوفر له كافه الخدمات العلاجيه دون ان يقع تحت طائله القانون، دون اي مساءله، دون الفصل في العمل، ولكن ان هو يبادر من تلقاء نفسه قبل نزول حملات الكشف. اما اذا توجهت حمله الكشف الى مقر عمله وتم التحليل للموظف وتبين انه يتعاطى مواد مخدره، بمعنى ان بيباشر عمله تحت تاثير المخدر، هنا بتقع عقوبه الفصل.
لك حضرتك أن تتخيلي عندما بدأنا حملات الكشف في 2019 على الموظفين، والحقيقة دي كانت بتوجيهات من القيادة السياسية، كانت نسبة التعاطي ما بين الموظفين بالجهاز الإداري للدولة 8%، نسبة مخيفة. نسبة الحقيقة كانت مقلقة مع استمرارية الحملات. النهاردة وأنا بكلم حضرتك النسبة انخفضت إلى 1%، وطبعا بنستهدف أن النسبة تكون 0%. طيب أنا يعني بتكلم على جانب تاريخي يمكن في سؤالي ده. لطالما اشتكينا من الحوادث المخيفة اللي عملها السائقين اللي بتسموا بالرعونة، واللي نسبة كبيرة جدا منهم للأسف لما جينا نعمل لهم تحاليل أو ظهرت نتيجة تحاليلهم أثبتت التحاليل أن عندهم بعض المواد المخدرة في هذه التحاليل، بتستهدفوا قد إيه من السائقين؟ يعني أنا معاك إن لو في موظف بيعطل حاجة خطره مش هيبقى زي خطر السائق اللي ممكن يعني يودي بأرواح آخرين. خلينا أقول لحضرتك يعني وحييك على أهمية السؤال، إحنا يمكن الحقيقة إحنا بدأنا يعني بشكل مبكر على الكشف على سائقي الحفلات المدرسية، ويمكن ده بدأنا في 2017، والحقيقة أيضا كانت نسبة التعاطي ما بين سائقي الحفلات المدرسية نسبة كبيرة وكانت بتصل إلى 12%. مع استمرارية الحملات النهاردة وأنا بكلم حضرتك النسبة انخفضت إلى أقل من 0.5%، وبالتحديد 0.4%. يمكن إحنا على مدار العام الدراسي 2023-2024 كشفنا على حوالي 8500 سائق من الحفلات المدرسية، وتبين انخفاض النسبة بشكل كبير زي ما أشرت لحضرتك، حوالي 0.4%، يعني أقل من 0.5%. أقل من 0.5%. الحملات بتنزل في تنسيق مع الإدارة العامة للمرور، في تنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة. عندما يتبين أن السائق بيتعاطى مواد مخدرة، الحقيقة بيتم طبعا التنسيق مع وزارة التربية والتعليم وإنهاء التعاقد مع السائق، أيضا بيتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. أيضا الحقيقة في تنسيق مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات حتى للتحليل للسائقين على الطرق السريعة. والحقيقة إحنا يمكن لما بدأنا حملات الكشف 2017 كانت بعد حادثة الأتوبيس الشهيرة اللي عصفت بأرواح يعني العديد من أطفالنا، وكان بسببها تعاطي سائق الأتوبيس للمواد المخدرة. احنا أيضا بالتوازي مع حملات الكشف احنا الحقيقة بنكثف جهودنا في التوعية، بنوعي السائقين بأضرار تعاطي المواد المخدرة. احنا يمكن أطلقنا مبادرة توصل بالسلامة لتوعية السائقين ورفع وعيهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة. أيضا احنا برضو أطلقنا مبادرة في غاية الأهمية وحملة إعلامية لتوعية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بآليات تطبيق القانون وحقوقه وواجباته، وإزاي لو الموظف يعني بيتعاطى مواد مخدرة يتجنب عقوبة الفصل من خلال يعني المبادرة للاتصال بالخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. احنا أيضا بالتوازي مع حملات الكشف احنا ايضا بنوعي طلابنا في المدارس، ويمكن اطلقنا اكبر برنامج وقائي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويمكن على مدار العام الماضي يعني نفذنا هذا البرنامج الوقائي في اكثر من 9500 مدرسة. بيعتمد هذا البرنامج من نوعه على بث فيديوهات توعوية بتحكي رحلة التعاطي وبتبرز اضرار اللي بيتعرض ليها المتعاطي المواد المخدرة، وبالتالي بنرفع وعي طلابنا وولادنا في المدارس بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة. احنا يمكن عندنا تكليفات من القيادة السياسية لتوعية أهالينا في المناطق المطورة زي الأسمرات والمحروسة وبشائر الخير وكثير من المناطق المطورة بديلة العشوائيات، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، بنوعي الأسر لو لا قدر الله عندها ابن بيتعاطى مواد مخدرة ايه أبرز العلامات اللي ممكن تشير ان الابن بيتعاطى، وازاي تتواصل مع الخط الداخل لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للحصول على كافة الخدمات العلاجية. ويمكن على مدار العام الماضي احنا نفذنا اكثر من 170 ألف زيارة منزلية للأسر داخل الوحدات السكنية، بنوعيهم بآليات الاكتشاف المبكر. ايضا الحقيقة بننفذ برامج توعوية متكاملة في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة. ويمكن على مدار الفترة الماضية نزلنا في أكثر من 750 قرية بنعمل يعني دوري رياضي للشباب تحت شعار انت أقوى من المخدرات، بنعمل ورش حكي للأطفال وبأنشطة وألعاب تفاعلية مرتبطة برضو ورفع وعيهم بأضرار التدخين، حتى الحقيقة يبقى عندنا جيل
من النشأ ان هم برضو لديهم الوعي. طبعا دي نقطة مهمة والتوعية يعني مهمة جدا يا استاذ مدحت الحقيقة. لكن خليني ارجع مع حضرتك مرة تانية للموظفين، ويعني خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتكلمنا عن اولا عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا من تلقاء نفسهم او طوعا للعلاج من الادمان، وعايز اعرف من حضرتك رحلة العلاج بيبقى شكلها عامل ازاي، يعني لو توضح لنا الرحلة دي لان دي نقطة مهمة جدا، وكمان عدد الموظفين اللي بالفعل تقدموا طوعا. خلينا اقول لحضرتك ان كان على مدار التسع اشهر اللي فاتوا تقدم اكثر من 2500 موظف الحقيقه، وده بيشير الى مدى الثقه في مؤسسه حكوميه ممثله في صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي، وبالفعل الموظفين اللي تقدموا للعلاج بيتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانا ولن يقعوا تحت طائله القانون، وبنؤكد علاجهم في السريه تامه ولن يقعوا تحت طائله القانون، لان هدف قانون الموظف المتعاطي للمواد المخدره زي ما اشرت لحضرتك هو ليس العزف بالموظفين، ولكن هدفه هو تضييق الخناق على الموظف بحيث ما يكونش عنده فرصه يعني بديل غير للعلاج. واحنا برضو يعني بنحب الرد على بعض المزايدات اللي يمكن وجدناها على مدار الاسابيع الماضيه، ان نعطيهم فرصه للعلاج. القانون بيعطي للموظف اكثر من فرصه، بمعنى احنا لما بدانا حملات الكشف على العاملين احنا بداناها من 3 سنين قبل تطبيق القانون، بداناها في 2019، تطبيق القانون كان في بدايه 2022، يعني استمرينا 3 سنين بنكشف على الموظفين دون ان يكون في عقوبه او ردع تشريعي، ولكن مع استمراريه الحملات وجدنا ان في بعض الموظفين لديهم استمرار على التعاطي والاصرار بشكل مخيف، وبالتالي بعد تطبيق القانون النسبه انخفضت من 8% الى 1%، وبالتالي بنؤكد ان القانون بيضمن للموظف حتى بعد تطبيقه وحتى في اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها يحق للموظف التقدم للعلاج، وبيتم اعتباره مريض وعلاجه في سريه تامه. الشرط الاساسي ان الموظف يتقدم من تلقاء نفسه قبل نزول حملات الكشف الى مقر عمله. الشيء الثاني فيما يتعلق بالشق العلاجي، احنا عندنا 30 مركز علاجي منتشرين على مستوى 19 محافظه بيقدموا كافه الخدمات العلاجيه مجانا ووفقا للمعايير الدوليه، بمعنى ان الخدمات العلاجيه داخل مراكز العزيمه التابعه لصندوق مكافحه وعلاج الادمان لا تقتصر على سحب المخدر فقط، ولكن بتمتد الى خدمات الدعم النفسي، التاهيل الاجتماعي، حتى كمان التمكين الاقتصادي بالنسبه للي ما عندوش اي مصدر رزق او عنده اي وظيفه. بندرب المتعافين داخل مراكز العزيمه على حرف بيحتاجها سوق العمل، ويمكن على مدار الفتره الماضيه دربنا اكثر من 14500 متعافي على حرف زي اعمال النجاره، زي اعمال التبريد والتكييف، صيانه المحمول، وغيرها من الحرف اللي بيحتاجها سوق العمل. ايضا اطلقنا مبادره في غايه الاهميه بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيره للمتعافين، ويمكن على مدار الفتره الماضيه يعني قدرنا بالتعاون مع بنك مصر الاجتماعي ان احنا نمول مشروعات صغيره للمتعافين في ايجاد الحقيقه يعني الحد من الانتكاسه واعاده دمجهم في المجتمع مره اخرى. الحقيقه يعني يا استاذ مدحت فكره دمج المتعافين في ان كان حتى انشطه اجتماعيه او حتى ايجاد ليهم اعمال او وظائف او مساعدتهم في حتى ان هم يبتدوا مشروع جديد او يعني كل هذه المبادرات اللي حضرتك ذكرتها هي مهمه جدا، وهي جزء حتى من رحله استمرار التعافي، لان هي بتبقى رحله مستمره، هي مش بتقف عند حتى الخروج من المصحه او من مركز اعاده التاهيل، لكن هي رحله مستمره. طبعا انا بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ مدحت وهبه المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحه وعلاج الادمان، شكرا لحضرتك يا فندم.